نمشيو اليوم عنا رحلة طويلة، معناها براتيكمون 18 ساعة طيارة ما بين الأولى والثانية، ديكالاج هورير باش نستناو في الإسكال في روما باش ناخذوا الفول الثاني، دونك فما تعب، واخذين احتياطاتنا مع العدد البدني والإطار الطبي باش نتلافاو التعب هذا. غدوة إن شاء الله عنا حصة خفيفة كي نخطو الأرجنتين يزيد الارهاق، ومن بعد عندنا اربع حصص تدريبين نحضروا بهم ماتش نوبلوتير الاولاني 12 ان شاء الله. كوتش، فما زوز اخبار جديده، غيث الوهابي يقعد مع الترجي، يعني هل تسريح منك انت وربما الترجي يعني طلبت، وايضا اصابه يد مقرب وتعويضه بركة تحميد؟ بالنسبه لغيث باش فما طلب من الترجي مع الجامعه وقع تسريحه باش يلعب مقابله الاهلي، ومن بعد باش يخلط علينا بعد المقابله. ادم قرب معناها كان معنا في باول التربص، كان شارك في المقابله الوديه نتاع نهار الجمعه مع الاولمبي البيجي، حس بوجع في الركبه نتاعو، هذه مش جديده، يعني صارت فحوصات مع طبيب الفريق وعمل ايرام معناها في ليلتها، حسب الرابور ميديكال اللي الاصابه تستوجب من جمعتين ثلاثه جمعات راحه. تعرف اللي ادم قرب موجود في الليست ديفينيتيف، معناها مشات نهار 10 ماي، دونك حتى كانوا كي وقع تعويض وبركات الحميدي باش تعوض لاعب لازم تبعث رابور ميديكال ديتاي على الضربه وعلى الجوري نتاع الناتور نتاع البليسور والجوري نتاع قداش لازم يرتاح. حاولنا باش نعملوا الماكسيموم باش نهزوه يكون ريكوبيرابل الماتش الثاني الثالث، مي اقل شيء حسب الاطار الطبي معناها يلزموا مينيموم دو تروا سومان باش يكون اوبيراسيونيل معناها. وهو حتى كي حكينا معاه يقول موجوع معناها في ركبته ماهوش قادر، معناها قعدنا نستناو لاخر وقت، ومن بعد مالوروزمون ديسيزيون ميديكال مش ينقصنا بلاعبي كيما ادم قرب كنا نستحقوا له في المجال. شنو الاوبجيكتيف نتاع المتصر اليوم الجامعه للافتراضي؟ الاوبجيكتيف هو نقدموا احسن وجه ممكن للمنتخب، كنا نشرفوا المنتخب التونسي، صحيح تحضيرات ما كانتش طويله ما لقيناش وقت، لكن باش نحاولوا نعملوا احسن ما يمكن ان شاء الله. سي منتصر، حراسه المرمى شاركت ثلاثه حراس في زوج المقابلات الوديه، اما اللي اكثر خذا وقت هو ادريس العرفاوي، سي يعني حددت ثالوث حراسه المرمى الاول ثاني ثالث؟ بريسك الهيرارشي حددناها. ماشيين في ادريس توماس جزاح تاخذ ليكيب اللي باش تلعب ماتش الحراس. علاش بوليميك كان على الحراس؟ الارجح كون يكون ادريس عرفاوي الاولاني في حراسه المرمى.